ودي أن أقدم أو أوجز سيرة ذاتية. الصوت لو سمحت. إمامي بس أوكي. ودي أن أقدم سيرة ذاتية ولو بدقيقة. أنا مصيف الركابي أكتب القصة القصيرة جدا ولي فيها مجموعة قصصية نيازك، وأكتب الشعر ولي في ديوان هواجس ثمينة، وفي باكورة أعمالي كتبت الخاطرة في الإصدار الأول في العام 1978 خواطر وتأملات بين الحقيقة والخيال، وكتبت شعر الهايكو وأعتقد نادحتي أنا أول عربي يصدر ديوانين في شعر الهايكو، ديوانين ورقيين، لأنه لم أجد قبلي أحدا كتب بهذا الجنس. ففي العام 1914 أصدر الديوان الأول في شعر الهايكو فراشات ملونة، وفي 2016 كتبت الديوان الثاني مواسم الأطيار الأربعة. الهايكو نوع من الشعر الياباني المشهدي، يعبر عن أحاسيس ومشاعر جياشة انتقل إلى أدبنا العربي أو للثقافة العربية عن طريق الترجمات. أعلام الهايكو. ازدهر الهايكو في القرن 17 بفضل المعلم الأول الشاعر الياباني ياشو، من أهم أعلامه الشاعر والرسام يوسون عام 1716-1783، ومن أعمدة هذا الفن ماسو الشاعر ماسو وأوكا شيكي. كان الهايكو سببا في ظهور الصورة الشعرية في الفترة الأخيرة حين انتقل إلى الثقافات الأخرى، الثقافة الأولى الإنجليزية والفرنسية والأمريكية. راجت العديد من الأعمال الأدبية الغربية الأخرى بناء قصيدة الهايكو. تبنى قصيدة الهايكو بألفاظ بسيطة بعيدة عن التعنق، بوصف الحدث أو المنظر بعفوية بدون تدبير أو تفكير تماما، كما يفعل الطفل. مثال الشاعر الياباني شيكي، أحد قصائده: وابل في الصيف المطر يهطل الأشجار تسبح. مثال شاعر أوت أسطورة: تغوص روحي في الماء ثم تطفو مع طائر الغارق. الهايكو العربي، هاي نبذة موجزة جدا عن الهايكو في اليابان. وصل إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة من اللغة الإنجليزية حتى نهاية التسعينات من القرن الماضي، ثم بدأت تظهر الترجمات اليابانية. بعض النقاد العرب يعتبرون شعر الهايكو نوع من شعر النثر وليس كمدرسة شعرية مستقلة، ولكن في الفترة الأخيرة شعر الهايكو فرض نفسه كواقع أدبي
رغم خروجه قليلا عن إطار الشعر الأصل الياباني بسبب اختلاف اللغة والإيقاع. أهم سمات قصيدة الهايكو: تتكون قصيدة الهايكو من 17 مقطعا صوتيا 5-7-5 وتكتب بثلاثة سطور في العربي. يقول الناقد، طبعا قليل من نقاد العرب تناول الجنس هذا، منهم معروف عراقيين الناقد الدكتور حاتم الصقر والدكتورة بشرى البستان. يقول الناقد الدكتور حاتم الصقر: هناك دلالتين في شيوع الشعر الهايكو المعاصر. أولهما مواصلة الشعراء الحداثيين العرب بحثهم عن أشكال مبتكرة جديدة لتخليص قصيدة الحداثة من الوزنية والنفية من رتابتها وتقليدها. ثانيهما البحث عن مراجع ومؤثرات مغايرة لما ألفه الشعراء في تجاربهم بالحداثة الشعرية العربية بشقين الإنجليزي والفرنسي. والبحث مؤخرا عن بعض التجارب في اللغات الأخرى وتحديدا لتجارب اليابان بما فيها الفكري والفني، إن سبب الانجراف الحقيقي لشعر الهايكو هو الفلسفة العميقة التي تختفي وراء النص. ثانيا الارتباط بالطبيعة التي حولنا. ثلاثة قصر النص وسهولة فهمه. فقد سيطرت السرعة في دائقة القارئ العربي في كل شيء. السمة الأساسية في قصيدة الهايكو المشهد في حين أو الآن أو المضارع. يعني الهايكو ليس من الصحيح أن يكون ماضي ولكن أو مستقبل، لأن الصورة هو سمة أساسية مشهد، فمضارع يعني في الوقت الآن. غالبا ما يعبر عن طبيعة الفصول الأربعة: الصيف والشتاء والخريف والربيع، أضافة إلى جوانب إنسانية أخرى. قصيدة الهايكو تتكون من الوصف الحدث الترابط المدهش. يعني يجب أن تكون قصيدة الهايكو ترابط مدهش دهشة. الزمن الماضي يبعد النص أن يكون هايكو. مثال في قصيدة الهايكو، هاي إلي أنا من ديواني: في البرد تخلع ثيابها بلا حياء شجرة التين، كزهرة عباد الشمس يدور قلبي حول قوامها الممشوق. قلبي عليك كفراشة ملونة في عصفة هوجاء، يرقص كالمجنون توددا لإنثار طائر الماركيز. هاي طبعا من دواوين. يعني هذا أهم ما في هايكو، وإذا عندنا وقت إن مجال يمكن أنا أقرأ قصيدة أو ممكن بل أجيب دفتري. سيدة سيدة الغنج، دعوني أرحل أبحث عنها. حسناء ظلت دروبها
سيدة الصبح والغسق والسحر. حباها الله أما مبجلة مرعت الأضرحة والتراويح والقداس والآلشة والحي العظيم. طبعا هذه الديانات الموجودة في العراق. دعوني أقبل فاها معشوقتي هيفاء ضامرة موسومة بالضاد سيدة الغنج بغداد. طبعا أنا أكتب القصيدة القصيرة وحتى أحد النقاد البروفيسور جعفر وصف قصائدي بالفتيات الفاتنات القصيرات. قصيدة أخرى رسبتك حلما، رسبتك حلما في لحظة توالد الزمن، في ليلة يتساقط الصقيع وتلبس القاع ثوب القمر، وهذه روحي كطائر الهزيع تفر إليك فزعة من البرد ومن وأد السنين ومن ثنايا التيه بين الشجن والحنين. أنا أخرى أكون أنا كما قلت لكم أن القصائد سبتها القصيرة جدا، يعني قصيرة. في استخدام قصيدة الماضي يعني تفضلت انه الهايكو سمته لا العفو استاذ احنا هسه خارج الهايكو يعني بس ممكن انه نناقش الهايكو يعني مو مشكله. تفضل استاذ عدنان ما ردت ان تقوله. اهلا مره قررت أنك تعطي نماذج من الهايكو اللي أنت ماضي. نعم. سو يبدو أنه لا هذا مش خارج. لا الهايكو حسب النقاد وحسب. واضح. مو بالماضي. هايكو صورة مشهدية آنية.